سلام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بالنسبة لهذه الوقفة اللي كتشوف دابا، نظمنا هذه الوقفات. بالنسبة لهذه الوقفات كنطالبوا بمنحة ديال العيد، منحة ديال العيد قصنا منها السيد المدير ديال الحي الجامعي لسبب انتمائنا للنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. أما بالنسبة للإقصاء ديالنا، كان من بعد كان بالنسبة للأخت اللي معنا في التنظيم هددها ودار بها دعوة قضائية، إذ بها حنا كنمشيو كيقول لك أودي، كيقول لك الناس اللي وقفوا مع هذه السيدة ودارت هذا التصريح ما غنعطيكمش المنحة ديال العيد، خاصكم تكتبوا لي اعتذار. وهذا الاعتذار هذا كيدل على أنه غادي يصيفط عباد الله للحبس. هذا الاعتذار علاش غنعتذروا ليه؟ شوف هذا الاعتذار الخطير. هذا الاعتذار واش حنا ولينا كناخذوا المنحة مقابل الاعتذار؟ هذا لا يعقل. هذا والقمع اللي كنتعرضوا ليه داخل المؤسسة والترهيب من طرف هذا الشخص المدير ديال الحي الجامعي، الترهيب والتحريض مع العمال مع بعضياتهم، وبالنسبة للتحرش حتى النقابة حتى التنظيم ديالنا كيتعامر علينا، حتى التنظيم النقابي كيضرب شي بشي. باش النقابة ما بغاش هو النقابة تكون هنا في هذه المؤسسات، والنقابة حق دستوري، ناشدنا السلطات المحلية وعلى رأسهم عامل إقليم الجريدة للتدخل باش ينصفنا، ولا حاسب ولا رقيب. وطالبنا من لجنة تحقيق لجنة تحقيق الحسابات. حنا باغيين لجنة تحقق في هذه الحسابات. هنا في الحي الجامعي تقريبا ما يزيد أكثر من 21 سنة، ولا حاسب ولا رقيب لهذه المؤسسة. مشى المدير الاول ما كاينش اللي حاسب، مشى هذا المدير ما كاينش اللي حاسبه، بدا كيحيد في المنحه لشي وكيعطيها لشي وكيدير بالباله هنا داخل المؤسسه بين جميع الموظفين. والتنقلات مع اليوم كنتي خدام هنا سيمانه، الغد يقول لك وسير لهين، حنا خدامين هذه المؤسسه ديالنا، حنا اللي مسيرين هذه المؤسسه ماشي المدير. المدير هو كرئيس مؤسسة ومسيرته، ولكن ما كيسيرهاش واحد العقلانية، كيسير بعشوائية. القمع ثم القمع، كيقمع الموظفين. أنا كنتي خدام اليوم هنا كيقول لك وسير غدا لهين، بتغدا كيقول لك سير الجهة الأخرى، ودير واحد العصابة ديالو هنايا، دايرة به هنا، هما اللي كيديروا البلبلة ما بين الموظفين وما بين الإدارة. لذا كنطالبوا بالسلطات التدخل العاجل والفوري باش ينصفونا. واش حنا مش موظفين؟ حنا عطينا هذه المؤسسة الكثير، والمؤسسة هي ديالنا عطاتنا، ولكن خاصنا. علاش السيدة علاش حايدين المنحة ديالنا؟ واش ما كنستحقوش؟ أنا القرفي مصطفى عضو المكتب ديال النقابة الكونفدرالية، أنا عمرني ما توصلت بعندار، عمرني ما خدت العندار ولا استفسار ولا تغيب ولا شي حاجه اللي غادي يدير بها السبه. قال لك اودي شد، دير اعتذار وتاخذ الفلوس مقابل الفلوس. وهذا الاعتذار يعني الذهاب الى السجن مباشره. واش خدنا معنا في التنظيم وقالت كلمه الحق وحنا ما نصروهاش؟ شوف اخويا، شوف هذا الاعتذار. شوف، تحية طيبة وبعد يشرفني أن أرفع إلى سيادتكم هذا الاعتذار بعد سوء الفهم. احنا كنفهموا، علاش ما كنفهموش؟ الذي حدث بسبب إشهاد منسوب إلي تم التوقيع عليه في ظروف تدليسية دون العلم مضمونه، وأنني سيدي المدير المحترم. هذا الاعتذار اللي كيقول ماشي أنا أتقدم باعتذاري، لا أتقدم إليك باعتذاري. هذا كتب كاتبي أنت، حول ما مس شخصكم، ما كانش مس شخصك، كان كيضربوا فيك بالحجر من جراء وثيقة حررتها السيدة بوشرى خافيد الحامل لبطاقة تعريف كذا كذا، والتي سمتها بإشهاد دون أن تم الاطلاع على ومرض فيها. هذا إشهاد، هذا زور. هذا المدير كيقول لك شوف، شد بالزور ضد هذه السيدة هذه وغنعطيك المنحة. واش هذا حق هذا؟ لذا نطالب السيد الوزير الداخلية يتم تحقيق في هذا الشيء، وزير التعليم العالي، وحتى المدير ديال المكتب اللي كيخلط وكيكتب ليه وكيدي ليه
كيدير ليه كيخلط وكيخلط وكينزل العقوبات. وهذا الشخص هذا اش يقول يا حاجي؟ هذا الشخص هذا ما عطاش العطله، ما عطاش العطله الصيفيه. العطله الصيفيه وموظف من حقه العطله الصيفيه، وعطاه اش حاجه من يوم 20 يوم فينا الوثائق؟ 20 يوم اقتطاع، 20 يوم ديال الاقتطاع، عطاه 20 يوم ديال الاقتطاع. هو سيد حرمني من الكونجي، حرمك من الكونجي فوالا، زدت هضر تكلم معاه، حرمني من الكونجي وخلق لي سميتو اعمال الشاقه. تي صيفطني في اي بلاصه مثلا عمرني رفضت ليه تنخدم خدمات ديال اعمال الشاقه، هو المضمون ديالو تنصف هذاك الخدمات ديالي اللي من البدايه ديالي. جميع المرافق ديال المؤسسه تنخدمها مزيان، تنخدم في نعمل في النظافه الخارجيه والداخليه مده 22 عام من بعد لبست انا القسم ديال مصلحه الموظفين فين ما صيفطني ما عمرني رفضت ليه. والعقوبة هو سميتو ما بعد سميتو الجزاء ديالي هو هذا المجلس التدريبي. توقيف 20 يوم ديال 23 عام. الجزاء ديال الخدمات ديالي هو هذا المجلس التدريبي لأول مرة. كون كنت أنا خايب ولا سميتو المدير السابق يصيفطني يقصيني، المدير الثاني يقصيني، إلا تجاهوت ثلاث سنوات عاد داير ليا ثلاثة من موظفين من شركة السيكيورتي. السلام عليكم، الطفطافي اسمي الطفطافي علاب طفطافي على الحي الجامعي الجديده، موظف الحي الجامعي بالجديده. انا تقني كنعمل الصباغه داخل المؤسسه. المدير السابق اللي مشى بحاله بدون حاسيب ولا رقيب، كان انا كنت مازال مؤقت يعني باقي ما مرسمش، كان تيهددني خدم ولا سير بحالك، يعطيني الاعمال الشاقه، كيجيب شركه من برا كيدير معها الصفقه ديال الصباغه، من بعد كيضرب بها واحد. هذا المدير السابق ولا المدير الحالي؟ لا المدير السابق. السابق كيضرب بها النصف الاعمال، كيصيفطها بحالها، كياخذ من عند الفلوس وكيكمل بيا انا الصفقه مباشره للواجهات الخارجيه. كي الصباغه من داخل الحي وكيقول لي خدم، من اللي ما كان رفض لي كيقول لي خدم ولا سير بحالك. كنبقى خدام يعني باقي ما مرسمش، كندير داكشي، كنسيني مع داكشي على الخطفه كلشي، لان كيهددني ان عندي اربعه ديال الوليدات. مشى المدير، مشى هذاك، درنا الاعتصام شهر، مشى بغى يتحاسب هرب، لحد الان ما عرفناش فين هو، ما تحاسب ما والو، جابوا هذا في بلاصتو رومبلاسون ديالو. هذا نفس الطريقه بغي نفس المنهج بغى ياخذه. اول ما جاء بدا بداره هي الاولى، بدا بداره وقال لي صباغه، بديت كنصبغ شويه تبدا كيجيب لي لي ديكوراسيون لي دي. قلت له استاذ هادشي، انا ديك الساعه ملي جا هذا ترسمت، قلت له استاذ هادشي راه ماشي من حقي انا. هو يقول لي لا خدام داكشي اللي كنتي ديري مع الاخر ديري معايا. قلت له واخا استاذ، تخلعت منه ما نكذبش عليك. بديت خدام شويه، ملي كمل الدار داز شي شهر هو يجيب لي هاد البون ديال الصباغه. ها هو البون ديال الصباغه. قلت له لا، قلت له لا ماشي من حقي. قال لي لا علاش داكشي اللي كنتي ديري مع الاخر؟ قلت له لا اسمح لي يا استاذ. هو يحيدو داز شهر هو يلصقوا لي مع البوانات القدام ديال الصباغه اللي كانت صباغ لي شومبر ديال الطلبه. ملي شفتو بحال ما قلت المكازيني شنو هذا؟ قال لي راه ديالك اللي ديال دارو. قلت له عطيني نصورو، ديتو صورتو شفتو. اذا به جيت عندو قلت له استاذ غتفرقني ما غتفرقنيش هاد البور؟ قال لي تعال عليك كنقلب. بدينا خدامين، يلاه مات يلاه. بدا كيعطيني صيفط لي الكتبه المدير العام ديال المكتب. ملي جاني ملي اتفق معاه، ملي جاني الانذار شديت انا مراسله، ها هي فين هي، جاني هذا الانذار من المدير العام. شويه المدير العام صيفط الوزير التعليم، جاتني ثاني انذار اخر من الوزاره. اذا به شديت انا هذاك البون، كتبت المدير العام، ها هو. ولحد الان ما كاين حتى شي البون فيه 3 مليون، ما يناهز 3 مليون 30 الف درهم. اذا به ملي جا هذا البريم قال لي تعال عليك كنقلب المنحه ديال العيد ما تشوفهاش، وكنطلب من السلطات ولا الجهه المسؤوله باش تنصفنا هذا السيد. هذا راه لا حول ولا قوه الا به، لا حول ولا قوه الا به. وعاش الملك، عاش الملك. المطالب ديالنا وهي الكرامه اولا وقبل كل شيء، الكرامه اولا وقبل كل شيء. المنحه كامله قانونية. المنحة قانونية تعطانا ديالنا حنا، والكف عن التعسفات. وعاش الملك.
عاش سيدنا، سيدنا باغي التغيير، سيدنا كيوصي على التغيير، وهاد الناس ما كيعرفوش شنو التغيير. هاد الناس كيمشيو روفاكس، سيدنا باغي التغيير، وحنا حنا مواطنين ومغاربه وكنحبوا المغرب ونحبوا بلادنا، بلادنا نموتوا عليها، وحنا بلادنا حنا ما باغيش الظلم، حنا ما باغيش الظلم، وهاد الناس هادو كيظلمونا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك.